أضاع النجم الجزائري يوسف بليلي ركلة جزاء لصالح فريقه بريست أمام نادي ريمس في الدوري الفرنسي رافضا وضع فريقه في المقدمة. ولم يظهر اللاعب الجزائري بالمستوى المنتظر منه أمام فريق ريمس أمسية البارحة، حيث أهدر ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني وحرم فريقه من حصد 3 نقاط خارج الديار أمام فريق ريمس. وأكدت العديد من التقارير الفرنسية بأن اللاعب الجزائري قد كان تعرض للعديد من الهتافات العنصرية خاصة بعد إضاعته لركلة الجزاء والمستوى الهزيل الذي ظهر به خلال هذه المباراة، لكن مدرب نادي بريست الفرنسي ميشيل دي زاكريان كشف أن لاعبه الجزائري بلي لم يشتكي من أي هتافات عنصرية خلال المباراة، قائلا من خلال تصريحاته الصحفية: لا أعلم، لم أسمع شيئا عن هذه الهتافات. وبخصوص نفس المسألة، أكد غريغوري لورينزي المدير الرياضي لنادي بريست أنه سيقوم بفتح تحقيق في هذه القضية قائلا: سنقوم بفتح تحقيق ونرى إن كانت هناك تجاوزات عنصرية بخصوص لاعبنا أم لا. وكان موقع ميديا بارت الفرنسي قد كشف عن صدور العديد من العبارات العنصرية اتجاه اللاعب الجزائري بليلي من طرف الجماهير الحاضرة في ملعب مباراة نادي ريمس. وفي الآخر، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.